اهلا بكم معنا. انا حميد شباط الامين العام السابق لحزب الاستقلال عن ترشحه رسميا للانتخابات الجماعيه باسم حزب جبهه القوى الديمقراطيه. وقال شباط في تصريح صحفي ان هذا الترشح ياتي ردا على دكتاتوريه الامين العام لحزب الاستقلال الذي حل جميع اجهزه الحزب بمدينه فاس، واضاف ان التنسيق مع حزب جبهه القوى الديمقراطيه لم يتوقف منذ عهد التهامي الخياري الأمين العام للتنظيم السياسي السابق رحمه الله، وما التحقنا إلا استمرارية للتنسيق المتواصل مع القوى الديمقراطية بالبلد. وتابع الزعيم الاستقلالي السابق بأن نزار البركة صرح غير ما مرة بأن فاس لا تهمه، في إشارة واضحة إلى أن هدفه هو الوصول إلى الحكومة وحيازة المناصب، مورداً ربما تقف وراء قراراته ضد فاس صداقته مع رئيس عمدة المدينة الحالي واشتغالهما في نفس الوزارة. نحن نريد خدمة فاس التي ترزح تحت وطأة التهميش بسبب التدبير العشوائي للمجلس الحالي الذي لم يتمكن من إنجاز كيلومتر واحد طيلة ولايته التي تعتبر فاشلة بجميع المقاييس، إضافة لغياب التنسيق مع مختلف الأجهزة والقطاعات. يقول شباط: وأردف لم يناضلوا في حزب الاستقلال يوما ولم يتدرجوا فيه، وبالتالي لا يعرفون مبادئ الحزب ولا يؤمنون بها، وبالتالي الابتعاد عنهم ضرورة حتمية تمليها الرغبة التي تحدون لخدمة مدينتنا وبلدنا. ومن المرتقب أن يعلن مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن الأسماء التي ستلتحق بالحزب لخوض غمار الانتخابات القادمة، وعلى رأسها حميد شباط الذي سيقود لائحته في الانتخابات الجماعية. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.